امتحانك هذا كل عينه وإن العقاب عقوبة الله مرينا يوحى كمنا وحلو صوبان لغا يا قلن كهوري يا قلن كالدنبابا نار تميشو كلها والله صوبان لغا مركزو داوانا يا نارتي أو إسحونا إسا يدي بإسبربورين إسا مركزو حالليه هذا مقعدك حتى يبعثك الله وكاميش أدقلي دونت إنت إلهي كاسو صاري شاندا حق إذن وحلو غفر يا دريشد والطوس يوتا شاندا ميش أدقلها نارتنا والطوس يوتا نارتا ميش أدقلها تاج شاندا أدقلها وعلاقا قاتي وددو ونكسن بعد نحلي أداس في عنا الله إنه والغسين له لكن تنا لغوغو بدلين نارتا كتال مركو في السادة تي نارتا أصلاحان أقولها هي تكالو لغو داري أو كتح لي ميت شنادة قلي أيا إريد ديرو أفران تهي دريشة ديرو هالكا سكادة وانايا أيا دينا ويسعون إيسان وحال لي هداد إله الرومين لها إذا حقاك سنان لها إذن تاسع لغسين لها لكن نصيب حمد نصيب حمد هذا فيزداد حسرة وثبورا مركاسو قوم مؤي والبهار والبهار يا ليتني الله محان ساوي يلي واي ومحان أتكن واي ومحان السومي واي ومحان دنوتا لسقي الهالي واي ومحان ربي الرمي واي موركاسا وحان بعي حبان في حمار وحاكم من عذاب كقبرك اللقوم مضان ايوه تدك الهي عذاب ايوه قبرك واللقوم تميا واللقراعيا مركي سؤالها لو يديه وكتشواب واي ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه برس أما بروين أو برأة أيا هل كاس قذات كا لو ذا بقول تحضون أيا لك قبل فني فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين مركاس وحر رواقيا رواق عد كستو إيريا دا كدو أي مقليسو وحان إنسيقى إيه تشنيقى كاهي قراعة كسعودة يسيد الله تميو إيه قيلة كبا حيس حتى حيوانات كوي مقليا حولها النول حولها إيه قيدة إيه مخلوقات كوي مقليا لكن إلهي حكمة دي سوحو كقريي ابن آدم كإيه تشنيقى لا ولا ولا قري وحكمته كثير توحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدي اي مقلي لهين ون مقلي لهين انك هدا ان اسني او لا تما هيو قيلي هدا ان مقلي له دي دم ما ان سو اسنم كي دنت وان كعرب صوم كي دنت هورين با لوغه سي عرر لا ومعناه النبي قلت المامه صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت مسلم يا احمد بن صوصاري والنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومدى قبورها لغو امتحاني فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القمر الذي أسمع منه هدانا كبقين هدانا لقبقين إن هذا إسعاسي ويدان إلهي بانبري لها إنو إذن مقشيه عذاب كقبرك إنو إذن كم مقشيه وحن أنه مقلين النبي صلى الله عليه وسلم خصائصتي سيكمي تاو إساقوا مقلي تري قبرك عذابك كتش رأيه لبك هايستئي قيلاده ودئيه سقوى مغلج رنبو صلى الله عليه وسلم ولكن إلهي من بري لها إنو إذن مقشيه لكن وحن كبقى هداد مقشان بين الأساسي وإذن واتقال عرطان مركا والا قراعيا والا طميا ولبا أحاديث تقار كودوحا قصوغا سيدا حديث النبي قلت الماما صلى الله عليه وسلم أن برسك اللغو قراعي واللغو طميا وحكو قراعية وحنا ما مقليه وحنا ما أركي يعني وحويان أداد الله للهي كما مقليه كما أركي إنو كتما أمبال الله تلقى بوريسك وكو قراعي هدي بوروين أو بورها الدنيا دا كم يدلو قلو فلها يدلو من عرين قلها بورهنا هذا كتير هل بوريسو كاكا من هذه هل مرة نقول فالله أيضا من عرّيسو بدلنا فالكاسا لغوك راعي يا بيرتا
markaasoo marka ugu horeeyso markuu ku dhufto isagii man carru isu bedelay bini aadamkii noolaa ee hilibka ahaayee isagii dhan carruu noqonaya markaasaa haddana la soo celinaya mar labaad buu ku dhufanaya markaasuu qayliya dhawaaqaya dhawaaq cid walba ay maqlayso ilaa saqalaynka mooye garaacistaasi marka qabriga waxay ka mid tahay cadaabkiisa waxaa ka mid a qabriga cadaabkiisa qabrigoo laysku cidhiidhiyo waa kan soo marnay nebigu sal alay slam inuu yidhi qabrigaa lagu cidhiidhiyayaa ilaa feedhihiisu isdhaafaan oy isweydaartaan oo isdabamaraan abu yacla iyo ibni xibbaan waxay soo saareen min xadiidi abi hurayra sidoo kale in uu nebigu tilmaamay sal alay slam cadaabulqabrigana ay ka mid tahay meesha iyadaa markii la garaaco qabriga lagu cidhiidhiye kadib waxaa u dheer abeesooyin cunana waa lagu sallidaya xadiidka abu yacla ibni xibbaan baa soo saaray min xadiid abi hurayra nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam atadruuna fiima unzilat hadihi alaaya war ma taqaanaan aayaddan wixii lagu soo dejiyey waa aayaddee waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma alla wuxuu yidhi dikrigayga ruuxii ka jeedsada oo qur-aanka laga wada nolol cidhiidhi a buu leeyahy maalinta qiyaamadana isagoo indhalaa baan keenay noloshaa cidhiidhiga ma taqaanaan bu maxaa laga wadaa nolosha cidhiidhiga nebiga marka isagaa fasiray sal alay wasalam atadruuna mal maciishatu dank noloshaa cidhiidhiga ah miyaad garanaysaan waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garan markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam cadaabu alkaafiri fii qabrihi waa cadaabka qabriga iyo cidhiidhiga qabriga laga wadaa fa ina lahu maciishatan danka kadib baa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam waladii nafsii biyadihi innahu yusallatu calayhi tiscatun wa tiscuuna tiniinan ilaahay baan ku dhaartee waxaa lagu sallidi doonaa sagaal iyo sagaashan abeeso atadruuna ma tiniin buu nebigu sal alay wasalam tiniinka ma taqaanaa wuxuu yihi tiscuuna xaya likulli xayatin sabcatu ru'uus waa sagaashan abeeso abeeso kastana waxay leedahay toddoba madax bay leedahay oo maxay ku samaynayaan yalsacuunahu wa yakhdishuunahu ilaa yowmi alqiyaama way cunayaan oo way qaniinayaan oo way dhaawacayaan ilaa qiyaamada laga gaaro u fiirso marka waa cidhiidhi iyo abeesooyin ku cunahay oo arlada ka badan oo mid walba madaxyadeedu arlada ka badanta waxaasaa lagugu sallidaya oo ruuxii lagu sallidaya cadaabulqabrigay ka mid cadaabulqabriga waxaa ka mid a mugdigiisa oo meeshan soo sheegnay ruuxii wanaagsanaa in qabriga loo iftiiminayo loo dhalaalinayo kan qabrigaa lagu mugdiyeynaya muslim baa soo saaray anas baa isagana sidoo kale laga warinayaa axmed iyo keyrkii baa soo saaray muslimna abu hurayr uu ka warinayaa inuu nebigu yuhi sal alay wasalam ina hadihi alqubuur mumtali'atun calaa ahliha dulma wa ina allaha yunawiruha lahum bisalaati calayh qubuur buu nebigu soo maray sal alay wasalam markaasuu yidhi qubuurtan dadka ku jiraay qubuurtii baa lagu mugdiyeeyey salaadaydaana ilaahay ugu iftiiniyey buu nebigu yuhi sal alay wasalam waxaa ka mid a cadaabka qabriga waa kan soo marnaye addoonku markuu jawaabihii su'aalihii la weydiiyey ku dhaco ka jawaabi waayo allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay an kadaba cabdii addoonkaygu been buu sheegay kadibna fa afrishuuhu min annaar wa albisuuhu min annaar agooshu gogosha uu ku jiifay u goglani waa naar oo dharka uu qabo waa naar meesha dhanba waxay noqonaysaa wax wada holcahay waxaa ka mid a cadaabulqabriga camalkiisii uu samayn jiray xumaa oo la soo foolxumeeyey ruux aad u foolxun loo ekeysiiyey ayaa qabriga ugu weheliyeelay nin weji xun baa u imaanayo wejigiisu aad u foolxunya oo aad u qadhmuna uraya oo dhar foolxun qaba markaasuu wuxuu leeyahay bishaarayso wax maanta ku halleeyo oo ku xumeeyo uun ku bishaarayso war maxaad ahay balaayaad qabtaaye wejigaagu weji sharwadaad u egtahay maxaad waddaa maxaad ahayd buu leeyahy ana camaluka alkhabiis camalkaagii xumaa baana waxaasaa marka qabriga la seexanay beesooyinkaagi waxaasaa lagu salida cunay sidaas daraaddeed cadaabulqabriguna
وحسهلا معه.